دكتور بتريد تبلش؟ راح تكون بس كنتوا جاهزين انا جاهز. طب رح ابعت لهم دقيقه نبلش. يلا بس شوفي الشاشه واضحه والصوت واضح عند الكل؟ لا انا كل شيء واضح عندي، الصوره والصوت تمام. زملاء الصوت والصوره واضحات عندكم؟ المحاضره والصوت تمام حكيم واضح. يلا نبلش ان شاء الله. رح بلش بالمحاضرة وبس حدا من الزملاء فيكن يتولى إضافة الزملاء اللي بدهن ينضموا. أنا رح شيل هاي الشاشة اللي عندي ورح بلش بالمحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رح نبلش معكم إن شاء الله هاي السنة بدراسة أمراض الكلي. والكلي مادة سهلة وممتعة دقيقة شوي، ولكن يعني دراستها حلوة وسهلة. طبعا بالبداية لأنه بسبب ظروفكم سابقا قالوا لي أنه ما كنتوا أخذين التشريح والفيزيولوجيا بشكل كويس، فرح نبلش بالتشريح والفيزيولوجيا تبعت الكلي. هلا أمراض الكلي يعني مهمة كونه مفتاح لتدبير معظم شكاوى مرضى العيادات. بتلاقوا يعني كثير مرضى بكرة بالعيادات بيجوا عليكم شكايات بولية. أمراض الكلي بتصيب جميع الأعمار وجميع المجتمعات وكافة الأعراق. هلأ في بعض الأمراض بتصيب الإناث أكثر من الذكور، خصوصا إنتانات جهاز البولي، وبالإضافة لأنه الكلي هي يعني مركز لكثير من الأمراض الجهازية والوراثية والمناعية. هلا رح نبلش بلمحة تشريحية ونسيجية عن الكلي. الكلي هي تعتبر من الأعضاء النبيلي، عضو مزدوج بتوضع خلف البيرتوان ومحمي بالعضلات. أبعاد الكلي تقريبا 10-12 سنتيمتر بالطول، 6 سنتيمتر عرض، و4 إلى 5 سنتيمتر بالسمك. تزن كل كلي حوالي 150 غرام، وتشكل الكليتان معا ما يعادل تقريبا 0.5% من وزن الجسم. هلا الشيء المهم بالكلي انه تتلقى الكليتان ربع نتاج القلب على صغر حجمه، ولكن بتلقوا ربع نتاج القلب من اجل التصفي والتنقية الدم. وليه اهميته في التخلص من الفضلات، وهذا هلا بندرس الكلي تشريحيا. تقسم الكلي تشريحيا الى قشر ولا لوب. رح بكبر هاي الصورة، شايفين الخط المقطع هذا اللي فوقه لنهاية الكلي، هذا يسمى الرينال كورتكس، هذا قشر الكلي. المنطقة اللي مؤلفة من الأهرامات هاي الرينال بيراميدز، هاي هي لب الكلي، تنقسم لقشر ولا لب. هلا اللي شايفين هدولي اللي على شكل أهرامات، هدول بتسموا الأهرامات. هي عبارة عن اجتماع، إذا طلعتوا على القطب العلوي للكلي هاي النفرون، النفرونات كل اجتماع 10-12 فرون بشكله أهرامات، وهي الأهرامات تنتهي بالماينر كاليكس. الماينر كاليكس هذا نسميها الكويسات الصغرى. كل 3 أو 4 أهرامات كل واحد له ماينر كاليكس، بعدين بيصبوا بكويس كبير بتسمى الميجر كاليكس، هذا الكويسات الكبرى. الكويسات الكبرى هاي كلها بعدين تجتمع وبتنصب بالرينال بلفيس اللي هي الحويضة. الرينال بلفيس هاي الحويضة، وأخيرا الحويضة تتواصل مع الحالب بالوصل الحويضة الحالبة، وبيستمر الحالب للأسفل. هلأ قشر الكلي طبعا يحتوي على الكبيبات،
وتبلغ سماكته الطبيعية من 1.5 إلى 2 سنتيمتر، وقشر الكلي ترتبط به الوظيفة الطبيعية للكلي. فكلما كان القشر الكلوي أسمك كانت الكلي أفضل وظيفيا. فعند غياب القشر الكلوي مثل الكلي المستسقي يدل ذلك على أن الكلي غير وظيفي، ويكون القشر عادة أملس وأحيانا قد يكون مفصص. هلأ اللب مثل ما قلنا الميديولا، هذا مكون من الأنابيب الكلوية ومقسم إلى 8 إلى 10 أهرامات الرينال بيراميدز، تنتهي ذراها بالكؤيسات، كؤيسات صغيرة ومسمى الكؤيسات الكبيرة، وبعدين تنتهي بالحوض. هلأ في شغلة مهمة اللي هي تمايز القشرة اللبي. التمايز القشرة اللبي راح كبر لكم يا شلون بيظهر هذا التمايز القشرة اللبي، بيظهر هذا على الألتراساون. ولكن التمايز القشرة اللبي هو نظريا هون على هالمخطط، هذا هو الخط المقطع، من تحته بيكون لب الكلي ومن فوقه هو قشر الكلي. التمايز القشرة اللبي هذا هو مظهر بيظهر على التصوير بالألتراسونوغرافي، هو خط يفصل بشكل واضح بين القشر الكلي وبين اللبة، يفصل بين الكوبيبات والنوبيبات الكلوي. الكوبيبات بتكون بالقشر والأنابيب الكلوي أو النوبيبات بتكون بلب الكلي. وكلما كان التمايز أكبر كلما كانت الوظيفة الكلوي أفضل، ومثل ما ذكرت هي أهم علامة صدوية للكلي السليمي. وبالتالي لما بكونوا بشكل واضح تمايز القشرة اللبة، فهذا بدل يعني بشكل غير مباشر أنه وظيفة الكلي كويسة. أما لما ما بكون تمايز القشرة اللبة واضح بسموها الكلي الشبحية، وهي الكلي اللي ما بيظهر فيها هذا التمايز بدون حدود واضحة بين القشرة واللب، هاي تعتبر كلي ضامرة ومتليفة وغير وظيفية. طبعا هذا مظهر شعاعي بالألتراساون. هلا بنجي لتروية الكلي. تتم تروية الكلي عن طريق شريان الكلوي. انتبه، يأخذ القشر 90% من الدم. القشر ليش بياخذ 90% من الدم؟ لأنه الكوبيبات الكلوية موجودة بالقشر، وبالتالي التصفية الكلوي راح تكون هناك، بينما اللب بياخذ 10% فقط من التروية الكلوي، لأنه فقط من أجل التروية وليس من أجل التصفية الكلوي. انتبه لهون، توصف التروية الشريانية للكلي بأنها قطاعية انتهائية. قطاعية كل فرع منها بيغذي قطاع معين، وانتهائية لأنه ما بتتفاغر مع باقي الفروع، على عكس الأوردي. الأوردي تتفاغر فيما بينها. طبعا دم الشريان الكلوي يحتوي على تركيز أعلى من البولي مقارنة بالدم الوريدي، لأنه البولي أصلا بتتركب بالكبد. للتروية القطعية اللي ذكرناها أهمية بالغة في حالات الاستئصال الجزئي، أحيانا ممكن يتم استئصال نص الكلي أو ثلاثة أرباعه، بحيث أنه يمكن الإنسان العيش بنصف كلي مع بعض التحفظات واعتماد حمية معينة. هلأ تعصيب الكلي. طبعا الكلي لا تخضع الكلي لسيطرة الجملة العصبية، كون عملها ذاتي أو تلقائي. تعتمد الكلي بعملها على الهرمونات الخارجية والداخلية في تنظيم عملها الذاتي. تعصيب الكلي فقط يكون تعصيب لحس الألم فقط، ما لها أي تعصيب آخر. حس الألم هو مثلا لما المريض بيصير عنده قولنج كلوي أو انسداد بولي بيشعر بهذا الألم، فقط تعصيب الكلي من ناحية حس الألم. وله أهمية كتير حس الألم بالكلي. مثلا المريض اللي عنده قولنج كلوي أو حصى بيشعر بهذا الألم، وبالتالي بتنبه أنه عنده مشكلة وبيراجع من أساس من شانه. أما مثلا في عمليات زرع الكلي، عند الزرع بفغروا عادة الأوردة الدموية، يعني الشرايين والأوردي والحالب، لكن ما بيستطيعوا وصل الأعصاب، لذلك بتكون الكلي المزروعة غير مؤلمة، وهذا بكون عامل خطر نظرا لغياب الألم. وبالتالي إذا صار فيها حصى أو قولنج كلوي المريض ما بيشعر فيها. هلأ نذكر بشكل سريع بعض الشذوذات التشريحية للكلي. شذوذات العدد، قد تكون شذوذات على حساب العدد مثل غياب إحدى الكليتين خلقيا، شذوذات الحجم مثل وجود كلي ضامرة خلقيا، شذوذات موقع مثل الكلي الهجرة. مثل ما بتعرفوا بالحياة الجنينية بيكون توضع الكلي حوضي، بيكون تحت ومن ثم تصعد إلى الأعلى، بتصير الهجرة البولية التناسلية، بيكون عادة الخصيتين والمبيضين بالأعلى،
بعدين بيهاجروا من الأعلى للأسفل، كل واحد بتوضع بمكانه، والكلي بتكون متوضع بالحوض وبتهاجر رحو الأعلى لتوضع في مكانها الطبيعي. في بعض الأحيان بتبقى متوضعة بالحوض، وهون بتسمى الكلي الحوضي أو الكلي الهاجرة، هون ما لها مشاكل أبداً، بتكون فعالة، ولكن فقط بيختلط يعني بعض الحالات المرضية، مثلاً إذا كانت الكلي بالحوض وصار فيها قولنج كله وبيصير الألم تحت وليس بالمكان الطبيعي بالخاصة. هلأ شذوذات البني مثل القشر الرقيق الذي يدل على سوء وظيفة الكلي. شذوذات العجم العدد والحجم غير خطرة، لأن الكلي الأخرى تستطيع المعاوضة عنها إن كان سليم. ففي حال غياب كلي خلقية فالكلي الثاني تستطيع المعاوضة بدون أي مشاكل. هلأ البني النسيجي للكلي، تتألف الكلي الواحدة من 1,000,000 نفرون. النفرون هو الوحدة الوظيفية المستقلة وقادرة على القيام بسائر وظائف الكلي من تصنيع هرمونات وامتصاص وإفراز وتشكيل البول. هلا إذا بتشوفوا، إذا فيكم حدا شاف جهاز التنفس، جهاز غسيل الكلي، جهاز غسيل الكلي هذا اللي شايفه يقوم بعمل نفرون فقط واحد، بينما الكلي تحوي على 1,000,000 نفرون. يعني جهاز غسيل الكلي هذا اللي عم يغسل عليه المريض هو يقوم بعمل نفرون واحد من نفرونات الكلي. فتخيل على عظمة الخالق انه فيها 1,000,000 نفرون. هلا بصب البول بعد تشكله، طبعا تسلسل طبيعي كنت تعرفه، الحويضة ومن ثم بصب الحالب والمثاني بالحليل واخيرا يطرح الى الوسط الخارجي. هلأ بنجي على تركيب النفرون اللي هو الوحدة الوظيفية الأساسية بالكلي. بتركب من كبة كلوية، تتميز الكبة الكلوية بأنها عناصر نبيلة، أهم شيء بالكلي هي الكبة الكلوية وغير قابل للتجدد عند إصابتها. هلأ في إحنا مثل ما بتذكروا عندنا 3 أعضاء نبيلة، هي الكلي والقلب والدماغ، هاي خلاياها لا تتجدد أبداً. والقسم الثاني اللي بتشكل منه النفرون هو بيتشكل من كبة كلوية ونبيبات بولية. هاي النبيبات البولية ممكن أن تتجدد عند إصابتها أو تنخرها، على عكس الكبب الكلوية. الكبب الكلوية إذا أصيبت فإنها لا تتجدد. لذلك الأمراض اللي بتصيب الكبب الكلوية هي أمراض منركز عليها كتير، لأنه شغل كتير مهم بأمراض الكلي. هلأ بنرجع ندرس الكبة الكلوية بالتفصيل. الكبة الكلوية هي جلوميلوراس، تعتبر الكبة العنصر النبيل والأكثر حساسية في الكلي والذي لا يتجدد عند أذيته. مكونات الكبة، الكبة الكلوية تتألف من قطبين، قطب وعائي وقطب بولي. القطب الوعائي هلق راح أكبر لكم إياه. القطب الوعائي بيتألف من الشرين الوارد، الشرين الوارد هذا الأفيرانت أرتريول، هذا بيدخل إلى الكبة الكلوية عبر القطب الوعائي، وبعدين بيشكل شبكة وعائية شعرية كبية، بيتفرع الشرين الوارد لعشرة لاثناعش فرع، وأيضا الشرين الصادر بيكون هو بالأصل متفرع لعشرة لاثناعش فرع، بيتفاغروا مع بعضهم هدول وبيشكلوا الكبة الشعرية الكلوية، وأخيرا الشرين الصادر. هلأ هذا هاي الصورة المكبرة، الشرين الوارد هو الأفيرانت أرتريول، هذا بيتفرع لعشرة لاثناعش فرع، والشرين الصادر الإفيرانت، بالإنجليزي هدول انتبهوا لهم، الأفيرانت هو الوارد والإفيرانت هو الصادر، بتفاغروا مع بعضهم وبشكله هالكبة هاي الشعري اللي شايفينه. وطبعا موجودة ضمن محفظة تسمى محفظة بومان، هاي المحفظة بومان هاي المحيطة بالكبة الكلوية، وفيها فراغ اسمه بومان سبيس أو فراغ بومان، وهذا البروكسيمال تيوبل، هذا بداية القطب البولي. البروكسيمال تيوبل هذا بداية الأنبوب المعوج القريب، هذا بداية القطب البولي. أما على اليسار فهو القطب الوعائي. هلا يعني مميزات دوران الكبة، هذا الدوران الكبة يوصف بأنه دوران بابة. ليش يسمى بابة؟ بيدخله شرين ويخرج منه شرين. في أكثر من أعضاء عضو بالجسم يوصف الدوران فيه بأنه بابة، مثل الغدة النخامية كمان الدوران فيها بابة اسمها الجملي البابي.
باقي الأعضاء عادة بيدخلها شرايين ويخرج منها وريد. لذلك الأعضاء اللي بيكون إلها بيدخلها شرايين وبيخرج منها شرايين هذا يسمى الدوران البابي. أما الأعضاء الباقي عادة بيدخلها شريان وبيخرج منها وريد. قطر الشرايين الوارد أكبر من قطر الشرايين الصادر، وهذا له أهمية بالغة بخلق ضغط سكوني مناسب داخل الكبي الكلوي، مما يسبب إتمام عملية رشح الكبة من القطب الوعائي إلى القطب البولي. أحيانا بيكون الضغط كبير جدا داخل الكبي بيؤدي إلى تخريبه. لذلك اكتشفت أدوية لعلاج هالأمر هذا، هي مثبطات الأنزيم القالب للأنجيوتنسين لتخفيف الضغط اللي بيكون مرتفع داخل الكبي الكلوي، بتقلل من تقبض الشرايين الصادر وبالتالي تخفيف الضغط داخل الكبي. القطب البولي هلأ الصوت مسموع زملاء والصورة واضحة؟ نعم حكيم. يلا تمام. هلأ القطب البولي هذا بيقابل القطب الوعائي، ومثل ما ذكر الصورة اللي شايفين عليه ساركون بمثل بداية الأنبوب المعوج القريب اللي هو هذا الاكتمال الأثيوبي. هلا بنجي على خلايا الكبي الكلوي. الكبي الكلوي تحتوي على ثلاث انواع من الخلايا: خلايا بيطانيه للاوعي الشعري اندوتيليال سيل، هي ميزتها ذات سيتوبلازما خيطيه ورقيقه بقدر كافي لابقاء لمعه الوعاء كبيره بشكل كافي، لانه لما هي السيتوبلازما او بيكبر حجم الخلية فبتؤدي لحدوث انتفاخ بولي وشح بول. بتحتوي أيضا هذه الخلايا على ثقوب وأنفاق بقطر 500 ميكروم، تمر منها المواد المنحلي والألبومين لكن لا تمر منها جزيئات البروتين الكبيرة. هلأ في عندنا كمان خلايا مسرقي أو ميزان شيمي بسموه ميزان شيال سيل، وخلايا ظهاري بشروي إبيتيليال سيل تدعى أيضا بالخلايا القدمي. هلا في عنا شغلة كتير مهمة بالكلي، إلى دور أساسي بإفراز وتنظيم الضغط الشرياني وبإفراز الرينين اللي هي جهاز المجاور للكبب، ودوره بتنظيم الجريان الدموي ومعدل الرش الكب. هلا في عنا خلايا البقعة الكثيفة، هي كتير مهمة اسمها الماكولا دينسا، راح بكبر لكم إياها وبشوفكم بالصورة وين موجودة. هي عبارة عن خلايا موجودة في بداية الأنبوب المعوج البعيد، هاي بتتحسس تركيز الصوديوم في الرشاح البولي كما سنرى لاحقا. هاي إذا بتطلعوا عليها هاي خلايا البقعة الكثيفة الماكولا دينسا موجودة ببطانة الديستال كونفولوتيد تيوبيل الأنبوب المعوج البعيد، وعندنا الجكسترا جلومورال سيل الجهاز المجاور للكبب، هذا موجود بجدار الشرايين الصادر والوارد. وهي الخلايا القدمية اللي شايفينها على اليمين، هاي ممتدة ضمن محفظة بومان هلا بندرسها. مثل ما ذكرنا عندنا الماكولا دينسا، وعندنا خلايا الجهاز المجاور للكبب الجكسترا جلومولار ابيريتوس او سيستم، هاي موجودة في جدار الشرايين الوارد والصادر. إلها دور كتير بتنظيم الضغط الشرياني، عندما مثلا آلية عملها عند انخفاض الضغط الشرياني، عندما تنقص كمية كلور صوديوم المارة في الرشاحة البولية تتحسس خلايا اللطخ الكثيفة هذا النقص، وبتطلقون بهالوقت هذا إشارتين، إحداها سريعة تسبب توسع الشرايين الوارد وبالتالي زيادة معدل الرشح الكبة. مثلا إذا مريض عنده هايبرتنشن هبوط ضغط مثل عنده نزف أو صدمي، فهوني بينقص معدل الرشح الكبي وبينقص كلور الصوديوم اللي موجود برشاح الكبي، فهوني بتنطلق هالإشارة هاي لخلايا اللطخ الكثيفة وبتطلق إشارة سريعة لتؤدي لتوسع الشرايين الوارد وبالتالي بتؤدي لزيادة معدل الرشح الكبي حتى ما يصير عند المريض انقطاع بول. وبنفس الوقت إشارة أخرى إلى الخلايا المجاورة للكبب لتفعل جملة الريني. طبعا جملة الريني أنجيوتنسين كتير مهمة راح ندرسها لاحقا. طبعا عند عودة التركيز شوارد كلور الصوديوم إلى الكميسوي تتوقف إشارات اللطخة الكثيفة. هلا في عنا شغلة كتير مهمة، الحواجز التي تواجه المواد الراشحة لتصل إلى القطب البولي.
حتى تصل المواد الراشحة إلى الأنابيب البولي يجب أن تعبر البنى الثلاث التالي. أول الخلايا البطنية للأوعي الشعري، هاي تبطن هاي الخلايا تبطن الأوعي الشعري، وهي تمتاز بثقوب وسيتوبلازما خيطي. فمثلاً مثل ما ذكرت، لو أصبحت السيتوبلازما متضخمة كما يحدث في التهاب الكبب والكلي الحاد نتيجة توزم الخلايا البطنية، ستغلق اللمعة تماماً، وعندها سيحدث عند المريض شح بول أو نقص بإفراز البول، يعني شح. عندنا ثانياً الغشاء القاعدي، هذا الشغل كتير مهم تشريحياً ومرضياً، الجلوميرولار بيزل أو بيسمنت ممبرين، هذا غشاء متين مؤلف من ثلاث طبقات من الألياف المتشابكة التي ترتكز عليها الخلايا البطانية. وميزة الغشاء القاعدي يتميز بوجود شحن سلبي، الشحن السلبي شحن كتير مهم للغشاء القاعدي بالكلى، هذا شحنته السلبي يحول دون عبور الجزيئات البروتينية ذات الوزن الجزيئي الكبير والمشحوني بشحن سلبي. عادة البروتينات موجودة بالدم تكون شحنتها سلبي، فإذا كان الغشاء القاعدي كمان شحنته سلبي فما بتسمح بمرور البروتينات عبره بآلية التنافق، لأنه شحنته سلبي والبروتينات شحنته سلبي وكذلك الألبومي شحنته سلبي، وبالتالي ما بتخلي. لذلك البروتينات شيء، البروتين بالبول بالدم شيء حساس جدا، يكاد الإنسان الطبيعي لا يعني اللي وظيفته الكلي سليمة لا يطرح أي كمية بروتيني، وإذا طرح وطرح فعادة يطرح أثر لا يتجاوز 150 ميلي جرام ببول 24 ساعة، لأنه البروتينات شغلة كتير مهم. وحتى لو عبرت كمية قليلة جدا من البروتين إلى الرشاح البولي سيعاد امتصاصها من الأنابيب البولي، فبول الشخص الطبيعي لا يحتوي على البروتين مثل ما ذكرت. وعادة المقدار الطبيعي للبروتين في بول 24 ساعة عادة بيكون أقل من 150 ميلي جرام ببول 24 ساعة، وهو مقدار زهيد. يسمح الغشاء القاعدي طبعا بمرور الماء والشوارد والصوديوم والبوتاسيوم والبيكربونات والبولي والكرياتينين عبر الياف. هلا هون يعطيكم بس بعض المعلومة، طبعا هي سابقة لأوانا ولكن هي معلومة مهمة لأهمية الغشاء القاعدي اللي كنا بنحكي عليه، وهو داء قليل التبدلات اللي هو النفروز. داء قليل التبدلات هذا أكثر شيء أكثر سبب للمتلازمة النفروزية عند الأطفال، هذا بيحدث فيه خلل في الغشاء القاعدي بسبب تغير شحنة الغشاء القاعدي أو زوال شحنته، فيؤدي إلى مرور البروتين البول وتحدث فيه بيري بروتيني. عادة اللي يسمى قليل التبدلات لأنه عادة خزعة الكلي ما بتظهر بالمجهر الضوئي أي تبدلات، واللي بيحدث هو زوال شحنة الغشاء القاعدي السلبي وبالتالي بيسمح بمرور البروتين. هلا الحاجز الثالث اللي هو الخلايا البشروية الحشوية أو الخلايا القدمية البودوسيت، هاي الخلايا تتوضع إلى الخارج من الغشاء القاعدي، تعطي هذه الخلايا استطالات قدرية بسودوسايت، يصل بين هذه الاستطالات غشاء يشكل حاجز أمام مرور المواد كونه كمان يحمل شحنة سلبية أيضا. فانتبه قديش البروتين مهم، إذا استطاع البروتين المرور عن طريق الغشاء القاعدي لخلل ما فيه فهذا الغشاء الثالث يقوم بتصحيح من بعد. أنا راح أكبركم هاي الصورة، هاي صورة بالمجهر الإلكتروني، هاي صورة بالمجهر الإلكتروني، هاي الخلايا القدمية البودو سيت مثل ما كنتم شايفينها، في إلى استطالات أولية اللي مرقمة رقم واحد، وبعدين إلى استطالات تفرعات ثانوية هاي اللي مرقمة بالرقم اثنين. هاي البودو سيت وهي أحد الحواجز اللي بشكلها أمام الرشح الكبي. هلا أنواع الكبب الكلوية، الكبب الكلوية عادة تقسم إلى قسمين، انتبهوا لي على الصورة اللي جانبا باليسار، في عندنا كبب سطحية أو قشرية، وعندنا كبب عميقة أو قرب لبي جاكسترا ميديولاري. على الكبب اللي على اليمين هي الكبب الكورتيكال أو السطحية، هي نسبتها 85%، انتبه على التفاصيل تبعيتها، تحتوي عروة هانلي قصيرة
توجد بالكامل تقريبا في القشر الكلوي، وظيفتها التنقي وتصفيه البول بشكل اساسي، وتكثيف البول كوظيفي ثانوي. وهي العرى بهالرسم هذا اللي موجوده على اليمين، بينما الكبب العميقه او القرب اللبي نسبتها فقط 15%، هي بتحتوي على عرى هالي طويله وتمتد عميقا داخل اللب، وهي الكبب اللي موجوده على يسار الصوره، وظيفتها تكثيف وتمديد البول بشكل خاص. هلا راح اشرح لكم الانبوب البولي واقسامه، حتى بجوز كون ما كنت درسين سخان. اذا شايفين لو ركزتوا بالكبي الموجوده بالاعلى على اليمين، اول شيء في عندنا الكب الوعائي مثل ما قلنا، بيدخل الشرايين الوارد وبيخرج من الشرايين الصادر، بعدين على اليمين بيتصل فيها الانبوب المعوجي. اذا شايفين هالانبوب هذا، هذا الانبوب المعوج القريب. بعدين في عندنا جزء نازل وجزء صاعد، هاي بسموها عروه هانلي. عروه هانلي في لها الجزء النازل بكون رقيق مثل ما انتم شايفين، الجزء السفلي رقيق، والجزء الصاعد هو الجزء الثخين. واخيرا بعد ما تنتهي عروه هانلي بيبدا الانبوب المعوج البعيد. اخيرا الانبوب المعوج البعيد بصب بالانبوب الرئيسي هذا اللي شايفينه بالنص، وهو هذا احنا بنسميه الانابيب الجامعة. الانبوب الجامع هذا بتصب في الانابيب المعوجي البعيدي لاكثر من كبي كلوي، لذلك تسمى الانابيب الجامعة. هاي اخيرا بتروح بتصب بالكويسات الكلوي، بالكويسات الصغيرة، ومن ثم الكويس الصغيرة بتصب بالكويس الكبير. هلا في ملحوظة هون، بناء على تقسيم الكبب الكلوي الى سطحية وعميقة، مثلا عند حيوانات الصحراء كل الكبب الكلوي بتكون عميقة، في حين يكون العكس تماما عند الحيوانات المائية والبرمائية، لأنه مثل ما ذكرنا الكبب العميقة إلى أهمية كبيرة، ووظيفتها الأساسية هي تكثيف وتمديد البول. لذلك حيوانات الصحراء بتكون الكبب الكلوي عندها عميقة، لأنه مشان تحافظ على الماء وتحتفظ بوظيفة تكثيف البول. أما عند الإنسان مثل ما قلنا الكبب السطحي 85% هي مسؤولة عن التصفي، و15% الكبب العميقة مسؤولة عن تكثيف البول. الإنسان بيتكيف حسب الوضع، فبعدها فمثلا عند حدوث صدمي تزداد وظيفة التكثيف للمحافظة على ماء الجسم، وعند الصيام مثلا يكون البول كثيف وذو رائحة، أما عند شرب الكثير من السوائل فيكون البول ممدد. هلا بنجي على شغلة مهمة وهي فيزيولوجيا الرشح الكبري. يرشح يوميا عبر الكبب الكلوي الى الانابيب البولي حوالي 180 لتر من السوائل، هي تسمى الرشاحه الكبي الاولي، بيرشح 180 لتر من السوائل، ولكن معظمها يتم امتصاصها، لذلك بيرشح 180 لتر، بينما اللي يطرح يوميا ما بيتجاوز 1.5 ل 2 لتر يوميا. ثم يعاد امتصاص ما يعادل 99.5% منها من الانابيب البولي، ويبقى حجم الجزء المطروح يوميا والمشكل للبول النهائي تقريبا من 1 إلى 1.5 لتر. بما انه يتم رشح 180 لتر يوميا من الكبب الكلوي، وحجم الدم في الجسم يعادل 5 لتر، فبالتالي فانه يتم تصفيه وتنقيه الدم 36 مره يوميا. اذا قسمنا 180 لتر على 5 لتر فبيطلع معك تقريبا انه الدم بيتنقى 36 مره يوميا، يعني تقريبا كل 40 او 45 دقيقه يتم تنقيه الدم كامل. يشبه تركيب البول الأولي تركيب البلازما، لكن ما بيحتوي على بروتينات. أهمية سريري لرشح الكبة وتصفية الكرياتينين، يعد معدل رشح الكبة المشعر الأهم لسلامة الكلى. طبعا مستوى الكرياتينين لا يعكس سلامة الكلى بشكل، فولا يتبدل في كل الحالات. مثلا عند استئصال احدى الكليتين، في حال سلامه الكلى الاخرى، اذا استئصلنا احدى الكليتين وكانت الكلى الاخرى سليمه، فبالتالي مستوى الكرياتين عاده بضل طبيعي، ولكن بينخفض معدل رشح الكبه من الطبيعي 120 ملل بالدقيقه الى 60 ملل بالدقيقه بعد الاستئصال، لانه ما بضل عنده غير كلى وحيده، بينما بكون مستوى الكرياتينين اوكي. تبدأ قيمة الكرياتينين بالارتفاع بعد نقص معدل رشح الكبة عن 50 ملل بالدقيقة، يعني تخيل هو
والمعدل الطبيعي للرشح الكبي عادة من 90 ل 120 مللتر بالدقيقة، فما بيبدأ مستوى الكرياتينين بالدم بالارتفاع إلا عندما بصير معدل الرشح الكبي 50 مللتر بالدقيقة. وبالتالي هون بكوننا دخلنا أصلا هذا بكرة بس ندرس تصنيفات القصور الكلوي، بكوننا دخلنا بالقصور الكلوي من 30 ل 50 مللتر بالدقيقة تقريبا، هاي المرحلة الثالثة. لذلك لكن أهمية الكرياتينين تكمن في استخدامها بقانون تصفيه الكرياتينين لتقدير معدل الرشح الكبي. طبعا تصفيه الكرياتينين تستخدم لتقدير معدل الرشح الكبي، وبالتالي هي بتدلنا بشكل غير مباشر عن وظيفه الكلي. القانون هو الكرياتينين يو ضرب في علبي، هلا راح نشرحها. السي هي الكرياتينين كليرانس، اليو هي تركيز الكرياتينين في بول 24 هي لازم تكون ببول 24 ساعة. اليو هي الكرياتينين في بول، تركيز الكرياتينين في بول 24 ساعة. الفي هي مو معدل جريان البول، مو صحيح، هذا حجم البول، حجم بول. الفي هي حجم البول، والبي هي يعني بالبلازما، هي تركيز الكرياتينين في البلازما. فبالتالي لحساب معدل الرشح الكبي تركيز الكرياتينين في البول ضرب اللي هو تركيز الكرياتينين بالمصل. وطبعا هاي المعادله لازم حد قد مللتر على الدقيقه لازم نضربها ب 1440 اللي هي عدد دقائق في ال 24 ساعه، يطلع معنا معدل الرشح الكبي مقابل مللتر على الدقيقه. طبيعي لتصفيه الكرياتينين عند الذكور 40 مللتر بالدقيقة، عند الإناث من 85 ل 115 مللتر بالدقيقة. وسبب اختلاف قيمة التصفية هي اختلاف قيمة أو كمية الكتلة الجنسين، لأنه هلا مقدار الكرياتينين عادة عند النساء أقل من مقداره عند الذكور، لأنه الكرياتينين بشكل أساسي هو مستقلب عضلي، بما أنه الكتلة العضلية من النساء الكرياتينين. ولكن كاختلاف مو اختلاف كبير، يعني عادة المرة الطبيعية للكرياتينين 1.2 ميلي جرام بالديسيلتر، عند النساء بيكونوا يعني للواحد فاصل واحد، يعني بالتالي الفرق بيكونوا 0.1 أو 0.1. ولكن هو هذا السبب الأساسي أنه الكتلة العضلية عند الذكور أعلى من عند النساء، والكرياتينين هو مستقلب عضلة، وبالتالي بيكون مستوى الكرياتينين عند الذكور أعلى من عند الإناث. هلا الضغوط اللازمه لرشح الكبه او قوى ستارني، هي احنا نسميها قوى ستارلينج عبر الشعريات الكوباي بي، تخضع المواد الراشحه لمجموعه من القوى والضغوط، ويعد الضغط الشرياني يعني الضغط السكوني الناجم عن عمل الجمله القلبيه الوعائيه هو العنصر الايجابي الاهم والاكثر مساهمه في حدوث الرشح الكبه. يعني الضغط الشرياني أو الضغط الناجم عن عمل الجمل العضلي القلبي الوعائي هو العنصر الإيجابي الوحيد والأهم. تسمح حصيلة هذه القوة والضغوط بخروج المواد الراشحة من الأوعية الشعرية الكبية إلى المسافات البولية. طبعا يعني في ضغوط هون لازم تسمح بخروج المواد إلى المسافة البولية لحتى يتم الرشحة الكبي. هلا هاي القوة هي الشعرية الكبية، هذا يبلغ حوالي زائد 60 مليمتر زبقة، حيث أن قيمة الضغط الشرياني البالغة عادة 120 ل 130 متر زبقة في الشرايين الكبيرة تنخفض تدريجيا وصولا إلى القيمة السابقة في الأوعية الشعرية الكبي. ما بتضل هي 120 الضغط الشرياني الطبيعي، بالكبب الكلوية بينزل تقريبا ل 60 مللتر زبق، وهو العنصر الإيجابي الأهم والأكثر مساهمة في حدوث الرشح الكبي. الضغط الثاني هو الضغط الجرمي أو الضغط الغرواني بيسموه، لبروتينات المصورة الدموية، البروتينات الموجودة بالبلازما الألبومين وباقي البروتينات هي بتسبب ضغط جزئي أو ضغط جرمي، إحنا ضغط غرواني، هذا مهم جدا للحفاظ على الماء. هاي تحاول جذب الماء لداخل الكبي الشعري ومنع خروجه لمحفظة بومان، وبالتالي هاي ضغط يعتبر ضغط سلبي.
هذا يعادل ناقص 35 ملمتر إذا باقي. وأخيرا الضغط السكوني ضمن محفظة بومان وهذا يعادل ناقص 10 ملمتر إذا باقي. وبالتالي تكون حصيلة الضغط اللازم للرشح الكبة هي المجموع الجبري لهذه القوى. فقوى الرشح الكبة هي الضغط في الشعريات الكبي ناقص الضغط الغرواني لبروتينات مصورة زائد الضغط في محفظة بومان. فبالتالي قوى الرشح الكبة اللي ما ذكرنا الضغط في الشعريات الكبية 60 ناقص مجموع الضغط الغروان لبروتينات مصورة والضغط في محفظة بومان 35 زائد 10. وبالتالي يعني حصيلة نعم هلا بتجي أخوانا كانت عطنا أني الأبلاء بس أكبر بس دكتورة. إيه تمام إن شاء الله بتصير دكتورة. شو هذا يا زملاء؟ شو هذا؟ متابع؟ اينا. فمثل ما ذكرنا انه قوى رشح الكبة 60 ناقص 35 زائد 10 فبيضل 15 ملمتر زائد. هلا القوى السابقة تكون مطبقة على كامل مساحة الغشاء القاعدة لمجموع الكبب الكلوية المساوي تقريبا مساحة الغشاء القاعدة لمجموع الكبب الكلوية تعادل 1 متر مربع وهي كافية لحدوث رشح البول. هلا بالحالة الطبيعية يجب ألا تتغلب القوى السلبية المعاكسة للرشح على الضغط الشرياني في الأوعية الشعرية الكبدي. مثل ما قلنا الضغط السلبي هي الضغط الغرواني لبروتينات مصورة مع الضغط في محفظة. هذول الضغطين لازم ما يتغلبوا على الضغط في الشعريات الكبدية. هاي بالحالة الطبيعية. في بعض الأمراض في بعض الحالات المرضية قد تتغلب هذه القوى يؤدي إلى توقف الرشح الكبدي. إذا تغلب الضغط السلبي على الضغط الإيجابي فبتوقف الرشح الكبدي ويؤدي لحدوث شح البول. وهون هذا بيؤدي لحدوث انقطاع البول وهذا ما يدعى بالقصور الكلوي الحاد وهي حالة خطيرة قد تنتهي بالوفاة. طبعا رح ندرس فيما بعد. هلا هي هون شرح بالإنجليزي لمجموع الضغوط مثل ما شرحت لكم إياها اللي هي الضغط في الشعريات الكبدي ورمزه البي جي سي ناقص الضغط الغرواني لبروتينات المصورة وهو البي بي سي بروتين سيروم وزائد الضغط في محفظة بومان اللي هو رمزه بي جي سي. على كل حال يعني هذا بس عبارة لزيادة التوضيح. هلا في حالات بعض الحالات المرضية كمثال في حال هبوط الضغط الشرياني الشديد أو الصدمي مثل حالات إسهال أو نزف شديدين أدى لهبوط الضغط الشرياني وبالتالي هبوط الضغط داخل الشعريات الكبية. أيضا ارتفع الضغط الجرمي عند فقدان الماء بالإسهال أو تعرق شديد وبالتالي ارتفاع تركيز البروتينات مما يؤدي إلى شح البول. كل هذه الحالات بتؤدي لحدوث شح البول مثلا إذا مريض عنده إسهالات شديدة مثل مرضى الكوليرا لو فرضنا أو مرض نزف شديد أدى لحدوث نزفي فهذا بيؤدي لحدوث هبوط الضغط الشرياني ونقص التروي الكلوي وبالتالي نقص معدل الرشح الكبدي فبيؤدي لحدوث شح بالبول. أو إذا ارتفع الضغط الجرمي للبروتينات المصورة مثل حالات التجفاف الشديدة أو تعرق شديد بيؤدي لحدوث شح البول. وأحيانا في بعض الحالات أو بعض الحالات المرضية مثل الأمراض اللي بيرتفع فيها تركيز البروتينات البلازما مثل المالتيبل مايلوما أو دوال ديلسروم وهون لابد من التنويه أنه عملية رشح الكبة لا تأثر إلا إذا انخفض الضغط الشرياني انخفاضا شديدا. ما بتأثر عملية رشح الكبة طالما الضغط الشرياني أكثر من 90 ملمتر زبقة إلا إذا انخفض دون 80 ملمتر زبقة ولكون جريان دمو الكلوي يخضع لتنظيم ذات وبالتالي ما كليتين إلا في حالات الصد. هلا هي ملحوظة أنه أكثر تحليلين يعتمد عليهما لمراقبة حالة التميه في الجسم هما الهيماتوكريت وتركيز البروتينات عند فقدان السوائل
بيرتفع تركيز الهيماتوكريت والبروتينات كنتيجة لفقدان السوائل وليس بسبب زيادة كميته. فقدان السوائل بيؤدي لارتفاع تركيز الهيماتوكريت والبروتينات، وعند تعويض السوائل بينخفض تركيز الهيماتوكريت وتركيز البروتينات. فهدول المشعرين الأهمين يعني لحالة الإماهة، أو هون يحك ذكرنا التميه الهايدريشن. هلا في حال انسداد الطرق المفرغة، مثلا انسداد الحالب بحصى بيؤدي لارتفاع الضغط أعلى الحالب، وارتفاع الضغط داخل المحفظة بومان هذا بيؤدي هبوط ميكانيكي بالضغط الراشح، وبالتالي توقف الرشح الكبدي في الكلي التي تعاني من انسداد في الطرق المفرغة، فتعطي الكلي صامته على الصورة الظليلي. لأنه لما بنسد الطرق، لو فرضنا نسد أعلى الحالب، هذا بصير يترسب البول شوي شوي، فبصير مثل بيعمل باك بريشر على الحويضة، بتتوسع الحويضة، بعدين الكويسات، بعدين بيأثر على الضغط داخل الكوبيبات الكلوية اللي هي داخل محفظة بومان. فبسبب ارتفاع الضغط داخل محفظة بومان هذا بيعاكس الضغط اللي مثل ما حكينا عليه، الضغط بالشعريات الكوبيبي بيؤدي لتوقف الرشح الكوبي، وبالتالي بيتوقف إفراز الكلي، الكلي بتتوقف عن الإفراز، لذلك اللي بيعملوا صورة ضليلة بيسموها كلي صامتة. هلأ المشكلة في الكلي الصامتة أن ما بتعطي أعراض، لأن الشخص عادة بيتبول لأنه الكلي الثاني عم تشتغل بشكل سيء. فبيقول لك الكلي صامتة لمدة 6 أسابيع تخرب الكلي، يعني الكلي صامتة معناها أنه الكلي المستسقي والغير مفرزي. عند إزالة الحصى أو العائق مهما كان سببه، سواء كان حصى ولا تضيق، سيصاب المريض بمتلازمة الإدرار ما بعد الانسداد. عادة بعد إزالة، لو فرضنا أنه كان الحالب مسدود بشكل كامل ومؤدي للاستسقاء بالكلي، أزلنا الحصى أو من الحالب وأزلنا العائق البولي، هون المريض بعد بسموها متلازمة ما بعد الانسداد بيصير عنده إدرار شديد للبول. هلا بنجي للأنبوب البولي اللي هي مثل ما ذكرنا الأنابيب البولية، شوفتكم إياها بالصورة السابقة. الأنابيب البولية بتتألف من أول شيء الأنبوب المعوج القريب، هذا بيبدأ فيه القطب البولي، بعدين بيصير عنا عروة هانلي بجزئيها النازل والصاعد، بعدين بيجي عنا الأنبوب المعوج البعيد، وأخيرا الأنابيب الجامعة. يقسم الأنبوب البولي إلى أنبوب معوج قريب بروكسيمال تيوبيل، هذا مسؤول عن وظيفة إعادة الامتصاص بشكل رئيسي، وأحيانا بيفرز بعض المواد، مبطن بخلايا ذات حافة ترجونية غزيرة تزيد من مساحة سطح الامتصاص لأكثر من 20 مرة مقارنة بعروة هالي والأنبوب المعوج البعيد، وهذا بدل على الأهمية الكبيرة للأنبوب المعوج القريب في عودة الامتصاص. أهم شيء الأنبوب المعوج القريب في عودة الامتصاص، رح ندرس بعدين شلون بتصير إعادة الامتصاص كل مادة شلون تمتص. هلا عروة هالي مثل ما ذكرنا لها جزئين صاعد وهابط، الجزء الهابط بيكون جزء منها رقيق والجزء الصاعد عادة بيكون ثخين، وعندنا الديستال تيوبل الأنبوب المعوج البعيد. عادة الأنبوب المعوج البعيد وظيفته الأساسية هي الإفراز. هلا بنجي لأهم وظائف الأنابيب الكلوية، هي وظيفة عودة الامتصاص والإفراز. تقوم الكلية السليمية بتنظيم مستوى الشوارد من خلال عودة امتصاصها أو زيادة إطراحها في حال ارتفاع تركيزها. فالكلي هون بتحافظ على الاستتباب أو توازن الداخلي، المادة اللي حالة تركيزها تطرحها، والمادة اللي ناقص تركيزها بتعيد امتصاصها. يتم إعادة امتصاص 70-80% من الرشاح الكبي الأولي في الأنبوب المعوج القريب. انتبهوا، الأنبوب المعوج القريب 80% من الرشاح الكبي يتم إعادة امتصاصها في الأنبوب القريب، ويحدث عودة الامتصاص بآليتين، إما بآلية فاعلة هاي بتحتاج إلى طاقة، أو بآلية منفعلة هاي بتعتمد على التركيز لا تحتاج إلى طاقة. رح نركز على أهم الشوارد والجزيئات وعودة امتصاصها على طول الأنابيب البولية: الماء والصوديوم والكلور، البوتاسيوم، السكر وحمض البول، البيكربونات.
هل عندنا جدول هذا مهم؟ عندنا الصوديوم يحدث عود امتصاص فاعل. للصوديوم يحدث عود امتصاص فاعل ل 70% من الصوديوم الراشح عبر الكبد وذلك عن طريق مضخ الصوديوم بالعروي بالشعب النازي لعروي التالي ما بيحدث فيها امتصاص للصوديوم، هي غير نفوذين للصوديوم. بالشعب الصاعدي لعروي التالي يحدث عود امتصاص منفعل يعاد امتصاص 20% من الصوديوم الراشح، 70% بالانبوب القريب، 20% بالجزء الصاعد لعروي التالي، هذاك بالانبوب القريب بيحدث بشكل فاعل، بالانبوب بعروي التالي بيحدث بشكل منفعل، بالانبوب المعوج البعيد والجزء القريب من الانابيب الجمعة هذول يقومان بإعادة امتصاص فاعل ل 9.5% من الصوديوم الراشح. يتم هذا الامتصاص الفاعل بتأثير الألدوستيرون المفرز من قشر الكلي، حيث يتم امتصاصه بالتبادل مع شوارد البوتاسيوم والهيدروجين عن طريق الألدوستيرون، يتم امتصاص جزيئين من الصوديوم مقابل طرح شرد بوتاسيوم وشرد هيدروجين. طبعا الألدوستيرون بيأثر بالأنبوب البعيد الجزء القريب من الأنابيب الجامعة. هلا عندنا الكلور يحدث عود امتصاصه بشكل منفعل في نهاية الأنبوب القريب مع الصوديوم، طبعا دائما شرط الكلور دائما مرتبطة مع الصوديوم، هذا ليكون الصوديوم شرد إيجابي فأثناء امتصاصه يجذب معه شرط الكلور السلبي حفاظا على التوازن الكهربائي داخل الجسم. بالشعب النازل عروض هاللي لا يحدث أي امتصاص، بالشعب الصاعدي العروق التالي بيحدث فيه امتصاص فاعل. هلا الماء كمان، الماء مرتبط بكلور الصوديوم، يحدث عود امتصاص منفعل للماء بالانبوب المعوج القريب وذلك كي لا ترتفع الحلوليه في بلازما الدم اثناء امتصاص الصوديوم. بالشعب النازل العروق التالي يحدث اعاده امتصاص للماء مما يؤدي الى تكثيف البول وزيادة تركيزه. عادة أكثف رشاحة بولية بتكون هي الرشاحة البولية الموجودة بعروة هالي، هوني بجزء بنهاية الجزء النازل لعروة هالي هون بتكون أكثف رشاحة بولية لأنه هون الجزء المسؤول عن تكثيف البول. الجزء الصاعد لعروة هالي ما بيحدث فيها امتصاص مطلقا للماء مما يؤدي إلى تمديد البول. عادة بهالمنطقة هاي بنهاية الجزء النازل لعروة هالي وبداية الجزء الصاعد لعروة هالي هون تتم عملية تكثيف أو تمديد البول. عادة يتم امتصاص 1 لتر من الماء مقابل كل 9 جرام من الصوديوم لأنه دائما مربوطين مع بعضهم للحفاظ على أزمولية المصل. طبعا أزمولية البلازما عادة تكون 290 إلى 300 ميلي أزمول على الكيلوغرام. اللازكس اللي هو مثل ما إذا أعرفه أكيد مدرات العروي اللي هي الفروزمايد والحمض الإيتاكرينيت والبوميتانيد، هدول اسمهم أصلا مدرات العروي. منين اجت تسمية العروي؟ لأنه بيشتغلوا على عروي هالي لذلك سميت مدرات العروي. هاي بتشتغل على الجزء الصاعد لعروي هالي من النفرون وبالتالي تعيق امتصاص 20% من الصوديوم. مثل ما ذكرنا الصوديوم 20% منه يمتص في عروة هالي، فبالتالي هاي المدرات تشتغل على الجزء الصاعد من عروة هالي وبتعيق امتصاص 20% من الصوديوم اللي موجود بالرشاحة البولية بعروة هالي وبالتالي يطرح بالبول، ومعه لما بيطرح الصوديوم بالبول بيسحبه معه الماء لذلك بيؤدي لحدوث الإدرار. طبعا هون معلق على التسمية انه خطأ تسميتها المدرات، انه التسمية الصحيحة لازم تكون هي طارحات الصوديوم لانه الالية هي طرح الصوديوم، هو بيطرح الصوديوم، طرح الصوديوم بالبول بيؤدي لسحب الماء معه فبالتالي بيحدث الإدرار. هلا ببداية الانبوب البعيد هون في مميزات خاصة، هون يتم اعادة امتصاص الكلور والصوديوم عبر نواقل مرافقة، وهون طبعا كمان بداية الأنبوب المعوج البعيد هو مكان عمل المدرات التيازي دي، هذا بيكون كتيم للماء كما هو الحال في الطرف الصاعد
وبذلك يتم إعادة امتصاص الصوديوم والكلور دون الماء، مما يزيد من تخفيف السائل المخففة القشري بداية الأنبوب المعوج البعيد. نهاية الأنبوب البعيد والقناة الجامعة هوني بيحوين على نوعين من الخلايا. الخلايا الأساسية برينسبل سيل، هاي تعيد امتصاص الصوديوم والماء وبتفرز البوتاسيوم. طبعا البوتاسيوم يفرز بالأنابيب البعيدة، يزيد الألدستيرون من إعادة امتصاص الصوديوم وبيزيد إفراز البوتاسيوم. الهرمون المضاد للإدرار الـ ADH هذا بيزيد النفوذ للماء عن طريق إدخال قنوات الماء في غشاء اللمعة بشكل مباشر، فاسمه هو الهرمون المضاد للإدرار، يعني بيمنع طرح الماء. في غياب الهرمون الـ ADH تكون الخلايا الأساسية فعليا كتيمة للماء. المدرات الحافظة للبوتاسيوم اللي هي سبيرولاكتون والتيريمترين والأميلوريد، هاي تنقص إفراز البوتاسيوم بالأنابيب بنهاية الأنبوب البعيد والأنبوب الجامع، لذلك تسمى مدرات حافظة للبوتاسيوم، تمنع إفرازه وبالتالي بتحافظ على البوتاسيوم داخل الجسم. هلا عندنا خلايا A سمينا المقحمي انتر كاليتيد سيل، هاي تفرز الهيدروجين عن طريق مضخة الاتباز وهذا يتم تحفيزه بالألدوستيرون، تعيد امتصاص البوتاسيوم عن طريق مضخة الهيدروجين بوتاسيوم اتباز. هلا مثل ما ذكرنا انه النتيجة النهائية مقدار ما يطرح من الصوديوم في الرشاح البولي الأولي هو فقط 0.5% من الصوديوم الراشح عبر الأنابيب، لأنه مثل ما ذكرنا لو فرضنا أنه كانت كمية الصوديوم الراشحة 100 فمننقص منها 70 يتم إعادة امتصاصه بالأنبوب القريب و20 بجزء الصاعد العروي التالي و9.5% مثل ما ذكرنا بالأنبوب المعوج البعيد، فبالتالي بيطرح فقط 0.5% أي ما يعادل 100 إلى 200 ميلي مول ببول 24 ساعة. هلأ شرط البوتاسيوم، بوتاسيوم الدم يرشح عبر الكبب ثم تم لاحقا إعادة امتصاصه بشكل كامل تقريبا. في حال احتواء البول على كميات من البوتاسيوم سيكون مصدرها إفراز في الأنبوب الموج البعيد تحت تأثير الألدستيرون بالتبادل مع شرط الصوديوم. تقدر الكمية المطروحة عنده ب 18% من البوتاسيوم الراشح. تدعى شرط البوتاسيوم بالشاردي الشبح نظرا لخطورتها، طبعا شرط البوتاسيوم من اخطر الشوارد بالجسم في حال ارتفعت او انخفضت، خصوصا تاثيرها على العضلي القلبي على عكس باقي الشوارد التي تقل تغيرات تركيزها خطوره عن البوتاسيوم. هلا في ملاحظه مهمه، مصدر الصوديوم المطروح هو الرش الكبي، مثل ما ذكرنا 0.5% فقط من الصوديوم ينطرح برشح الكبة، أما مصدر البوتاسيوم المطروح هو الإفراز البولي هو عن طريق الرشح الكبة، وبالتالي عند حدوث شح بول سيتوقف طرح البوتاسيوم عن طريق الأهم لطرحه مما يؤدي لارتفاعي وتراكمي، وهو ما يعتبر من أخطر نتائج القصور الكلوي الحاد أو المزمن. هلا مريض القصور الكلوي الحاد أو المزمن عادة بمرضى القصور الكلوي الحاد أو المزمن بسبب توقف الكلي عن العمل، تتوقف الكلي عن إفراز البوتاسيوم بالبول، لأنه مثل ما قلنا البوتاسيوم الموجود بالبول هو نتيجة إفراز وليس نتيجة رشح أو عاد امتصاص. فبالتالي مرضى القصور الكلوي الحاد سواء الحاد أو المزمن تتوقف الكلي عن إفراز البوتاسيوم بالبول وبالتالي بيتراكم بالجسم، وهو شاردي حساسي كتير لأنه مستوى طبيعي تقريبا بين 3.5 إلى 5.5، وبالتالي مقداره يعني فرق بين الحد والحد على قليل. فعندما بيرتفع البوتاسيوم فوق 5.5، لأنه عادة مثل ما ذكرنا البوتاسيوم يطرح من الجسم بآلية الإفراز. أهم سبب زيادة إفراز البوتاسيوم طبعا في حالات أنه يتم فيها زيادة إفراز البوتاسيوم هي يحفظوا ليها مهمة بالأنبوب البعيد، وهي الحمية الغنية بالبوتاسيوم، فرط الألدوسيريني مثل الألدوسيرين البديء أو متلازمة تكون، حالات القلاء سواء قلاء استقلابي ولا قلاء تنفسي، المدرات التيازيدي كمان بيزيد إطراح البوتاسيوم
وبالبول، ومدرات العروي أيضا كمان تطرح بوتاسيوم بالبول، وزيادة الصواعد أو الأنيونات مثل البيكربونات ضمن اللمعة. هاي من أسباب زيادة إفراز البوتاسيوم في الأنبوب المعوج البعيد. هلا بننتقل للسكر وحمض. طبعا السكر بشكل أساسي عند الشخص الطبيعي لا يطرح ولا أي كمية منه بالبول، يمتص كامل السكر ومعظم حمض البول، يمتص السكر من الأنبوب القريب. طبعا أهم شيء السكر والحموض الأمينية تمتص من الأنبوب القريب، لأنه في حال إصابة الأنبوب القريب مثل الإحماضات الأنبوبة الكلوي النمط الثاني بنلاقي عند المريض بيلي سكري وبيلي حموض أمينية، يمتص من الأنبوب القريب بشكل كامل عندما يكون تركيز سكر الدم أقل من 160 ميلي جرام بالديسي.
لسه في حدا ما رد. تابع المحاضرة مرة ثانية. يلا هي دكتور متابع بس وين انقطع عنكم؟ وين انقطعت محاضرة في حد من الزملاء؟ عند السكر الحمد لله. عند حمد البول سكر وحمد البول. طيب راح تابع من عند سكر وحمد البول. طيب يا دكتور تبعتي لي انه ما حصلت لم ظاهر لي انك ظاهر لي اسمك حتى اضيف دكتور اسيا لو حدا يحكي معها ما عم يظهر لي اسمها هون عنده حتى اضيفه الزملاء الباقيين كلهم ضفتهم تمام حتى ما نضيع وقت كثير راح برجع من عند السكر وحمض البول مثل ما ذكرت بيمتص السكر معظم حمض يمتص السكر بشكل كامل من انبوب قريب عندما يكون تركيزه بالدم 160 ميلي جرام بال100 ميلي او بالديسيلتر لا يخرج في البول الا عندما يرتفع تركيزه عن 180 ميلي جرام بالديسيلتر وهي بنسميها العتبي كلوي
البيكربونات. تعد حموضة البول واحد من وسائل الحماية من الانتانات البولي، فعندما تطرح البيكربونات يصبح البول قلوي وهو بول هش. دور الكلي في الحفاظ على التوازن الحمضي القلوي، يعد الحفاظ على البي اتش الدم ضمن الحدود السوية من أهم وظائف الكلي. تحافظ الكلي على التوازن الحمض القلوي من خلال عودة امتصاص البيكربونات وإعادة تصنيعها بالإضافة إلى طرح الهيدروجين. طبعا توازن الحمض القلوي بيندرس بشكل أساسي مع الكلي. هلا في عندنا بعض التناظرات المرضية مثل تناظر كون أو الألدوستروني البي دي، وهذا بترافق مع فرط ألدوسترون الدم بيؤدي إلى زيادة عود امتصاص المرض، بترافق مع ارتفاع توتر شرياني ارتفاع ضغط. فأي مريض بيجيك عنده ارتفاع ضغط مع نقص البوتاسيوم، مثلا لقيت بوتاسيوم عنده 2 أو 2.5، فهون أول شيء بتفكر فيه لازم نفكر بالألدوسترون البي دي أو داء كون. أما شرط الصوديوم فيبقى تركيزه ثابتا ولا يرتفع نتيجة توازن الأنبوبة الكبة القرنية. عند زيادة امتصاص الصوديوم في الأنبوب كثير الألدوسترون تعطي الكبة الكلوية إشارة للأنبوب القريب ليقلل من امتصاص الصوديوم، وهذا هو أساس التوازن والتنسيق الداخلي. مرضى متلازمة كون عادة يكون لديهم ميل لحدوث القلاء الاستقلابي. من أهم ميزات الكلي هي قدرته على الحفاظ على الوسط داخلي أو بحال التوازن، وذلك بفضل التنسيق الداخلي ما بين الكبب والأنابيب البولية بجملة من الهرمونات، وبمعزل عن تدخل الجهاز العصبي. لذلك مهما بلغت كمية الأملاح والسوائل المتناولة فإن تركيزها في الدم يبقى ثابتا. هلا داء أديسون أكيد درسته بالغدد، هذا بيحدث في قصور قشر الكدر بيؤدي لنقص إفراز الألدوسترون، وبالتالي بيؤدي لنقص في عودة امتصاص الصوديوم ونقص تركيزه في الدم. بيصير عند المريض هايبوكالسيميا، بيوصل تقريبا لل 110 ميلي أوبول باللتر، وبترافق عادة مع شحوب وتعب ووهد دوراني وتصبغات بالجلد. هلا بنجي للكلي والهرمونات. هلا تقسم الهرمونات المرتبطة بالكلي إلى هرمونات مؤثرة في الكلي ولكنها مصنعة خارجها. هرمون المضاد للإدرار الADH هذا يفرز من الوطاء الخلفي أو الوطاء الهايبوثالاموس ويخزن في النخامة الخلفية، وهرمون جارات الدرق اللي بيفرز من جارات الدرق، الألدوسترون اللي بيفرز من قشر الكدر والبيبتيد الأذيني المدر أو الطارح للصوديوم، الناتريوتيك بيبتيد هذا يفرز من الأذينات. النوع الثاني من الهرمونات هي اللي تصنعها الكلي وتعمل ضمن الكلي، وهي الرينين والكينين والكالكرين والبروستاغلاندي. النوع الثالث هو الهرمونات اللي تفرزها الكلي وتعمل خارجها، وأهمها هو الإيرتروبيوتين اللي بيزيد تشكل الدم وبيزيد تشكل الكريات الحمر والفيتامين د. هلا بنجي على الهرمونات التي تصنعها الكلي وتعمل ضمن الكلي، وأما الرينين والبروستاغلاندين الكالكرين كينين. الرينين تفرز الكلي استجابة لنقص ترويته، عندما تحدث نقص بترويت الكلي أو نقص حجم بتؤدي لزيادة إفراز الرينين. طبعا الرينين هو عبارة عن هرمون يفرز من الجهاز المجاور للكبب، مثل مشوي مثل ما ذكرنا في جاكسترا جلومولار سيل، هي اللي بتفرز الرينين. هذا بيعمل ضمن الكلي كما يعمل خارجها على ركيزته اللي هو مولد الأنجوتنسين وجين المصنع في الكبد. طبعا جهاز الرينين أنجوتنسين ألدوسترون هذا من أهم الأجهزة راح نذكره لاحقا، وهو بيبدأ بالأنجوتنسينوجين اسمه هاي الركيز الأساسي اسمه الأنجوتنسينوجين، هاي تنتج من الكبد ومن ثم عن طريق الرينين المفرز من الكلي يتحول الأنجوتنسينوجين إلى أنجوتنسين 1. الأنجوتنسين 1 بيتحول فيما بعد لأنجوتنسينوجين عن طريق الخميري القالبي للأنجوتنسين. فمثل ما ذكرت هذا كتير مهم، الآلي الأنجوتنسينوجين يصنع في الكبد
يقوم الرينين بتحويله لأنجوتنسين 1، الأنجوتنسين 1 بتحول لأنجوتنسين 2 عن طريق الخمير القلبي للأنجوتنسين، ومن هون تم اكتشاف الأدوية اللي بسموها مثبطات الخمير القلبي للأنجوتنسين، اللي هي مركبات الكابتوبريل والليزينوبريل والإنالابريل، وهي هاي هاي المركبات كلها بتثبط الخمير القلبي للأنجوتنسين، وبالتالي بتمنع تحول للأنجوتنسين 2. هلا الأنجوتنسين 1 مثل ما ذكرنا بفعل الخمير القلبي للأنجوتنسين 2 يملك عدة تأثيرات راح ندرسها شوي. الأنجوتنسين 2 هو من أهم العوامل اللي بتأدي لارتفاع التوتر الشرياني، مقبض وعائي أقوى بخمسين ضعف من الأدرينالين، وبيحرض قشر القدر على زيادة إفراز الألدوسيرو. هلا البروستاجلاندين والكالكريين كينين تفرز الكلي بروستاجلاندينات ذات تأثير موضعي حصراً. البروستاجلاندين اللي بتفرز الكلي يؤثر موضعياً في الكلي فقط، ما بيأثر جهازه لأنه يستقلب بس انفرز لدوران جهازه. بيؤدي لتوسع الأوعي الكلوي مما يؤدي إلى الإدرار. البروستاجلاندين بتوسع الشرايين الوارد، وبالتالي يزداد موعد الكبة. يلعب الكالكريين والكينين حكم بتوزع الجريان الدموي وإطراح الماء والملح، فهو موسع للأوعية أيضا ولكن دوره غير مفهوم تماما. وحتى يحدث التوازن ينبغي أن يكون هناك تفاهم بين الجملتين المقبضة والموسعة. فمثلا عند حدوث نزف مثلا أو شدي ستريس أو ضياع سوائل بينفرز الرينين لأنه بينقص الحجم وبينقص التروي الدموي الكلوي، فبينفرز الرينين بكميات كبيرة مؤديا إلى تقبض أوعية الكلي ما يؤدي لشح بول، وهذا ضروري للحفاظ على الماء والشوارد. كنتيجة لما سبق، أغلب مضادات الالتهاب غير السيرويدي تثبط إفراز البروستاجلاندين. مثل ما بتعرفوا مضادات الالتهاب غير السيرويدي نون ستيرويد أنتي إنفلاماتوري دراجز، الاندوميتاسين، البروفين، الإبوبروفين، السولينداك، كل هاي بثبت الصناع البروستاجلاندين الموضعي في الكي. فعند استعمال هاي الأدوية عند المريض لديه نقص في التروي الدموي الكلوي سيحدث لديه انخفاض شديد في مقدار رشح الكبة، والذي قد ينتج عنه قصور كلوي حاد. هناك كمان خطر عند أعطاء للمرضى الكبار، فيمكن أن تؤدي لديهم لحدوث شح بالبول، لذلك مضادات الالتهاب غير السيرويدي يعني لازم ما تفتحوا إذا يكون كتير، وتستعمل بحذر شديد عند المرضى المسنين، وخصوصا المرضى اللي بيكون عندهم تجفف. الهرمونات المؤثرة في الكلي وهي بتشمل الـ ADH والهرمون جارة الدرق الـ BH والبيبتيد الأذيني مدر للصوديوم AMB والألدو سيرو. هلا الهرمون المضاد للإدرار الأنتي هرمون هذا يصنع في الوربو ثلموس وبتخزن بالنخامة الخلفية وبينفرز من هناك، يعمل على نهاية الأنبوب القاصي أو البعيد وبداية الأنبوب الجامع عن طريق الكلي، لذلك اسمه هرمون مضاد للإدرار مشان يحافظ على الماء. هلا كمية الماء المطروحة تتناسب مع كمية الوارد حسب العلاقة التالية: كمية الماء المطروحة عبر البول تساوي كمية الوارد من الماء ناقص نص لتر، وهذا النص لتر هو كمية ضياع غير المحسوس اللي بيتم إطراحه عن طريق التعرق والتنفس. يجب أن لا يتجاوز حجم البول 4.8 لتر بال 24 ساعة. حجم البول ما بيتجاوز يعني بين 4 لل 4.5 لتر بال 24 ساعة، تقريبا 200 مللتر بالساعة. وقد يضطرب هذا المعدل، انتبهوا لي على المصطلحات هاي، البوال أو البوليوريا بالتعريف هو عندما تتجاوز كمية البول هذا الحد 4.8 لتر بال 24 ساعة، هذا يسمى بوال. دكتور راح الصوت، راح الصوت دكتور.
زملاء الصوت مسموع؟ ايه مسموع حكي مسموع. ما بعرف لك ليش دكتور الرابط. لا لا مسموع دكتور. نعم صوت تمام دكتور، صوت تمام، صوت والصورة تمام، المحاضرة شايفينها تمام دكتور، بس الصورة ما مبينة. صورة المحاضرة ما هي واضحة؟ ألو يا زملاء. دكتور طلع صورة البرنامج بس ما طلع صورة المحاضرة. هلا بحط لك صورة محاضرة. صورة المحاضرة هلا ظهرة؟ ايه هلا ظهر يا دكتور. تمام، انا لانه عم بقلب على البرنامج مشان بس عشان اشوف فاهم انا وياكم. بس هلا يعني انتبه. ايه تمام دكتور تفضل. يلا تمام. تمام دكتور مش الحال مش الحال. هلا الامور تمام؟ تمام دكتور تمام، حتى طلع تمام. يلا تمام. مثل ما اكتبوا عليه هون، البوال هو عندما تتجاوز كمية البول المطروح بأربعة وشهر أكثر من 4.8 لتر، ومن أسباب البيلي التافهة أو الديابيتس إنسيبيدانس وتناول المدرات وده شح البول. هذا شح البول اسمه الأوليغو يوريا. إيمة منقول أوليغو يوريا؟ إذا قلت كمية البول عن 0.4 لتر يعني 400 مللتر بال 24 ساعة، هذا بنسميه شح بول، ويحدث بسبب معاناة من تجفاف أو قصور كلوي. حاد الانقطاع البول، إذا كان كمية البول أقل من 400 مللتر بال 24 ساعة. أما انقطاع البول النيوريا فهي عندما بقل كمية البول عن 50 مللتر بال 24 ساعة، وهذا غالبا بيحدث بسبب قصور كلوي حاد أو انسداد بالسبيل البولي. هلا في ثلاث حالات مرض مرتبطه بالهرمون الاي دي اتش، نقص هرمون نقص افراز الاي دي اتش، هذا بيؤدي لحدوث بيلي تافهه نخامي. نقص الوارد من الماء يؤدي لزياده كميه الاي دي اتش، وبالتالي الاحتفاظ بماء الجسم يعني مشان تكثف البول، لانه لما بينقص الوارد من الماء بينفرز الاي دي اتش مشان يمنع الكلي انه تطرح البول، وبالتالي الحفاظ على الماء. بالمقابل في حالة الوارد من الماء بتقل كمية الـ ADH المفرزي، وبالتالي بيؤدي إلى تخلص من الكمية الفائضة من الماء، مما يؤدي لحدوث بول ممدد وكميته تتناسب مع كمية الوارد. هلأ مرضيا قد يكون البيل التافهة حسب ما شاء مركزية، وهي مثلا بالحالات مركزية. ليش بنسميها مركزية؟ يعني بتكون بسبب أمراض الوطاء أو النخامة، بالتالي بينقص أفراز الـ ADH، هي تسمى البيلي التافهة المركزية، وبتنجو غالبا عن أذية الوطاء أو أذية نخامية، وبتتميز بغياب الـ ADH. كلوية البيلي التافهة كذلك في نوعين، بيلي التافهة مركزية وفي بيلي التافهة كلوية. الكلوية بتكون ناجمة إما عن عوز بمستقبلات H اللي موجودة بالكلي، أو مقاومة لعملها، يا خلل بالمستقبلات تبع الـ ADH أو مقاومة لعملها، هاي بينما بيكون الـ ADH موجود. أما بالبيل التافهة المركزي بيكون مستوى الـ ADH منخفض، بالبيل التافهة الكلوي بيكون مستوى الـ ADH طبيعي. وأحيانا هلا هاي ما تعتبر بيلي تافهة، هاي تعتبر بيلي نفسي المنشأ، وهي انه المريض بسبب امراض نفسيه معينه بيشرب ماء كثير، فبتختلط مع البيلي التافهه، ولكن هي بيلي نفسيه المنشأ. هاي ميزه بس نعمل اختبار الحرمان من الماء. هلا في بعض يعني المميزات، يعني انه حسب كميه البول او الماء المشروب او البول المطروح ممكن نعرف انه شو نوع البيلي. البيلي النفسي بيوصل شرب الماء ل 20 لتر، البيلي التافهه
المركزية تقريبا 10 إلى 15 لتر باليوم، البير التافهة الكلوية تقريبا من 9 إلى 8 لتر. هلا بنجي على هرمون جارات الدرق، هذا يفرض جارات الدرق ويعمل على مستوى الأنابيب الكلوية، طبعا ما له علاقة بالنخامة، لا يخضع لسيطرة المحور الوطائي النخامة، والمحور يعني ما بتحكم فيه النخامة مثل الـ TSH أو الـ FSH والـ LH. هذا يتم تنبيه إفرازه في حال انخفاض كالسيوم البلازما. تأثيرات الـ BTH على الكلي، ينقص إعادة امتصاص الفوسفات من الأنبوب القريب، كالسيوم من الأنبوب القاصي أو البعيد. أيضا بيعطي أوامر الكلي لتصنيع الخمير المسؤولي عن تركيب الفيتامين دال الفعال، ويقوم الـ BTH بتنبيه خميرة الـ 1 ألفا هيدروكسيلاز في الأنبوب الداني. طبعا بعد شوي رح نشرح عن الفيتامين دال لأنه كتير مهم. الهرمون الأذيني أو البيبتيد الأذيني طارح للصوديوم الأتريال ناتريتك بيبتايد، هذا تفرز الأذيني عند حدوث توسع في الأذينات كرد فعل لزيادة الحجم، ويملك عدة خواص أهمة، مدر للصوديوم، لذلك يسموه المدر طارح للصوديوم، بيؤدي لنقص عودة امتصاصه فيسحب الماء معه وينخفض الحجم، وأيضا هو موسع للأوعية وبيزيد معدل الرشح الكبدي. هلا بنجي أهم منبه لإفرازه، أهم منبه لإفراز الألدوسترون هو نقص الحجم وارتفاع بوتاسيوم البلازما. تأثيره على الكلية يكون عن طريق إعادة امتصاص الصوديوم، الألدوسترون بيؤدي لزيادة عودة امتصاص الصوديوم، بيؤدي أيضا لزيادة إفراز البوتاسيوم وإفراز شوارد الهيدروجين. طبعا هاي الفكرة اللي حكيت عنها وأخذها ما أخذ على المدرات، أن المدرات لا تعمل على طرح الماء، إنما تطرح الصوديوم الذي يسحب معه الماء بالنتيجة، وبالتالي هذه التسمية شائعة لكنها خاطئة حيث يجب أن تسمى بطريحات الصوديوم. مع الأخير هنا اللي بهمنا مو المهم التسمية، بهمنا الفعل، إنه مع الأخير هي بتؤدي لإضرار، ولكن مثل ما شرحنا مثل المدرات العروي 20% بعروة هانلي تمنع امتصاص عودة امتصاص صوديوم هناك، لما بيطلع 20% من الصوديوم الراشح بعروة هالي بيسحب معه الماء وبالتالي بيؤدي لزيادة الإضرار. هاي الآلية الأساسية. هلا أهم الجمل الموجودة بالكلي وهي جملة الرينين أنجوتنسين ألدوسترون سيستم. مثل ما قلنا بينفرز الرينين من الخلايا المجاورة للكبب بتأثير انخفاض الضغط الشرياني، بينتهي عمل الرينين بإنتاج الأنجوتنسين 2 الذي يسبب ارتفاع الضغط الشرياني عبر التأثير بعدة آليات. الأنجوتنسين يؤثر في الأوعية الكبيرة، وهنا نناقش حالتين. عند المستويات المنخفضة من الأنجوتنسين 2 يؤثر على مستقبلاته الموجودة بالشريان الصادر مما يسبب تقبضه، وبالتالي يؤدي لزيادة معدل رشح الكبدي. بالمقادير المنخفضة للأنجوتنسين 2 بيؤدي لزيادة معدل رشح الكبدي، أما عند المستويات مرتفعة من الأنجوتنسين 2 يقبض الشرايين الصادر والوارد مما ينقص معدل الرشح الكبدي. بالمستويات المنخفضة فقط بقبض الشرايين الصادر، فبالتالي تقبيض الشرايين الصادر بيؤدي لزيادة رشح الكبدي، أما عندما بكون مستوى مرتفع بشكل كبير بيؤدي لتقبض الشرايين الصادر والوارد وبالتالي بيؤدي لانخفاض معدل الرشح الكبدي. على الأوعية الدموية هو الأنجوتنسين 2 من أقوى المقبضات الوعائية مثل ما ذكرنا، يعادل 50% من قوة الأدرينالين، بالتالي بيزيد المقاومة الوعائية المحيطي وبيزيد الضغط الشرياني. بخلايا الأنبوب المعوج القريب يزيد عود امتصاص الصوديوم وبالتالي معها الماء. من الوطاء يزيد الشعور العطش ويحرض إفراز الـ ADH. الألدوسترون يزيد مستوياته مما يزيد من عود امتصاص الماء والصوديوم. هذول ضرورية جدا بدكم تحفظوا لي اياهم، تأثيرات الأنجوتنسين. هدول كتير بجواب الأسئلة. الآليات السابقة كلها بتأدي لزيادة حجم الدم الجائل وبالتالي تزيد من الضغط الشريان. هلأ الهرمونات اللي تفرزها الكلي وتعمل خارجها، وهو هرمون الإريتروبيوتين، تنتج الكلي الكمية الأكبر من هذا الهرمون والذي يحرض نقي العظم بدوري على الصناعة الكريات الحمر. طبعا تقريبا كل المرضى القصور كل المزمن بيعانوا من فقر الدم، وسببه الأساسي هو العوز الشديد للإريتروبيوتين. فأهم سبب لفقر الدم
عند مرضى القصور الكلوي والمزمن هو عوز الأريتروبيتين، لأنه الكلي ما بتعود قادرة على إنتاجه. بتلاقي تقريبا مرضى القصور الكلوي المزمن عادة الخضاب عندهم بحدود 5 ل 6 جرام ديسيلتر. إذا كان القصور أكبر يعني القصور الكلوي بيؤدي لحدوث وسط يوريميائي، الوسط اليوريميائي بيؤدي إلى انحلال الكريات الحمر. لذلك فالنقل الدم لن يفيد كثيرا. فمثلا مريض قصور كلوي مزمن إذا بدك تضل تنقل له الدم ما راح يفيد، لأنه ما بتضل أكثر من 10 أيام، لأنه دائما عنده وسط يوريميائي فبيؤدي لانحلال الكريات الحمر، وخصوصا إذا كانت كريات الحمر المنقولة يعني لفترة يعني متبرع فيها لفترة من الزمن، فبالتالي بتكون متعرض للانحلال بكمية أسرع. لذلك وأيضا يعني أغلب مرضى القصور الكلوي بسبب نقل الدم المتكرر بيتعرضوا لفيروسات التهاب الكبد، وخصوصا التهاب الكبد بي والتهاب الكبد سي، فبتلاقوا يعني نسبة كبيرة كتير من مرضى القصور الكلوي اللي على جلسات الغسيل أو التحاليل الدموي بتلاقوهم أكثرهم عندهم التهاب كبد بي أو سي. طبعا في بعض أورام الكلي الرينال سيل كارسينوما بيزداد إفراز الإيروتروبيوتين، مريض صار عنده احمرار دم. طبعا يوجد مستحضرات صيدلية للإيروتروبيوتين على شكل أبر، وهي الحل الوحيد لعلاج فقر الدم لدى مرضى القصور الكلوي، ولكن غالية الثمن. بتوقع هلق من زمان كانت غالية الثمن وكانت قليل توفرها، أما حاليا يعني خفت أسعار عن سابقا وصارت متوفرة أكثر. هلا بنجي للفيتامين دال، هذا احفظوا لي مظبوط. الفيتامين دال هو 1.25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول. الشكل الفعال للفيتامين دال إذا سألته عن الشكل الفعال للفيتامين دال هو 1.25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول، يتشكل ويلقى المراحل التالية. الأشعة فوق البنفسجي الموجودة بأشعة الشمس بتحول 7 ديهيدرو كوليسترول، الكوليسترول مثل ما بتعرفوا موجود بالجلد مركب منه اسمه 7 ديهيدرو كوليسترول، عن طريق الألترا فايلت الأشعة فوق البنفسجي الموجودة بأشعة الشمس بتحوله لكوليكالسيفيرول. كوليكالسيفيرول اللي هو هذا الفيتامين دال، لكنه هذا شكل غير فعال. بعدين هذا الكوليكالسيفيرول بيذهب بالدوران إلى الكبد، يتم إضافة جذر هيدروكسيل في الموقع 25، فبصير اسمه 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، وبيضل غير فعال نسبيا. لكن هذا ال 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول هذا بسموه الفيتامين دال 3. بعد هذا ال 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول بيذهب عن طريق الدوران إلى الكلي ليتم إضافة جذر هيدروكسيل آخر في أحد الموقعين، إما موقع 1 أو 24، فيتشكل 1.25 دي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، وهو الشكل الفعال والأهم للفيتامين دال، عن طريق خميرة 1-ألفا هيدروكسيلاز الموجودة بالكلي بتضيف جذر هيدروكسي لل 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، بضيف له جذر هيدروكسي يا أما بالموقع 1 أو 24. فمثل ما ذكرنا إذا نضاف بالموقع 25 بصير اسمه 1.25 دي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، إذا نضاف بالموقع 24 بصير اسمه 24-25 دي هيدروكسي كوليكالسيفيرول. كمان هو شكل فعال ولكنه أقل فعالية من الشكل السابق. هلا دور الشكل الفعال من الفيتامين دال بيؤدي لزياده امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الامعاء، طبعا هو ضروري لعمل البي تي اتش لتبدا العظام مرحله كسر العظم وبالتالي زياده ارتشاف العظم. الآلي الثالثي او التاثير الثالث هو بثبط افراز وتركيب هرمون جارات الدره. هلا هذا الملخص للشيء اللي حكيناه، وهو يا أما الفيتامين دال 3 ب 25 هيدروكسي 25 هيدروكسي كالسيفيرول، هذا أما بتاخده من الغذاء، أو دي هيدروكسي كوليسترول في الجلد بتأثير الألترا فايلت لكالسيفيرول، هذا فيتامين دال غير فعال. بالكبد يتم إضافة جذر 25 هيدروكسي فيتامين دال، بعدين بالكلي بتم إضافة إما 1 أو 24،
فإذا أضيف جذر هيدروكسي بالموقع واحد بيصير اسمه 1.25 هيدروكسي دي هيدروكسي فيتامين دال أو أدروكسي فيتامين دال. هلا بعض السائريات متعلقة بالفيتامين دال، قد نتوقع أن طبيعة الغذاء في بلادنا تؤمن الاحتياجات الكافية من فيتامين دال كالحليب والجبن والبيض واللبن، فرغم وجودها فيه إلا أن الكميات الموجودة فيه غير كافية. معظم كميات هذه الفيتامين نحصل عليها من أشعة الشمس، لذلك قد تعاني نسبة كبيرة من الإناث المحجبات من نقص هذا الفيتامين اللي ما تعرضنا بشكل كافي لأشعة الشمس. ما بعرف شو هل شو فكرته من هالقصد هذا، ولكن مثلا أنا كنت أشتغل بالسعودية وهناك بيلبسوا نقابات وبتخمروا وعباية سود بشكل كامل، فكانت نسبة نقص الفيتامين دال كتير عالية هناك بالسعودية. إعادة الكالس الفموي بدون مستويات طبيعية من الفيتامين دال غير ذا فائدة، يعني إذا المريض عنده عوز بالفيتامين دال وجيت تعوض له الكالسيوم ما بكون مفيد، لأنه لن يمتص، لأنه الكالسيوم حتى يمتص بده الفيتامين دال حتى يمتصه، فالفيتامين ضروري ليتم الامتصاص فعلي للكلس من الأمعاء. 2% فقط من الكالسيوم يمتص بشكل مفعل بدون فيتامين دال، وهذا ما يدعى بالإدمصاص. ينقص فيتامين دال الفعال عند مرضى القصور الكلوي المزمن، ويكون الحل بإعطائه مركب واحد هيدروكسي كوليك كالسيفيرول الذي يذهب للكبد ليتحول إلى 1.25 هيدروكسي كوليك كالسيفيرول وهو الشكل الفعال. وبالفعل عادة مرضى القصور الكلوي المزمن لتحاشي حدوث نقص الفيتامين دال عندهم في مركب عادة نعطيهم إياه اسمه الوان ألفا اللي هو هذا المركب واحد هيدروكسي كوليك كالسيفيرول، نعطيهم هذا بشكل دائم الوان ألفا. بهيك بكون أنهينا المحاضرة، شكرا لاستماعكم، الله يعطيكم العافية. وأنا آسف صار ما بعرف ما زبط معنا الرغبة اليوم، بس إن شاء الله ما يتكرر الشيء هذا. إذا في حد عنده سؤال يتفضل. حكيم ممكن سؤال؟ تفضل. هلا ذكرنا بالبيلة التافهة إلى نوعية مركزية وكلوية، تمام؟ بحال بيلة التافهة المركزية منعوض بالهرمون نفسه لأني في غياب، بس بالكلوية شو بكل الحال؟ بالكلوية منعطي أدوية بتخفف، منعطي عادة ديموكلوسيكلين اسمه. شوف رح نجي عليه هون، هدول ما بعرف المفروض أنت تكونوا دارسينهم هدول بالغدد، ما بعرف إذا مرت عليكم البيلة التافهة بالغدد. بالبيلة التافهة المركزية الـ ADH بكون مفقود بسبب أذية الوطاء أو أذية بالنخامة أو رضع الرأس أو شيء، بينفرز ما بعود ينفرز الـ ADH وبالتالي ما بيحافظ على الماء، لأنه قلنا بشكل أساسي هي شو آليته الأساسية إنه هو بيحفظ الماء، فبالتالي شو بيصير في إطراح للماء زيادة، لما بيصير في إطراح للماء بتنبه مركز العطش، فالمريض بيعطش زيادة، فبصير يشرب مي ويبول، يشرب مي ويبول، فبصير عنده بوليوريا وبوليديبسيا وبيدخل بحلقة مفرغة. هلا هون بهالحالة هاي بنعطيه الفازوبرسين، نعطيه عادة بخاخ، البخاخ اسمه المينيرين، بخاخ عن طريق الأنف بتلاقي مثل السحر، تمام؟ تمام حكيم. طب أقصد بس حل الكلوية. تمام الكلوية بصير في خلل بالمستقبلات تبعية الـ ADH أو مقاومة العمل، بنعطي أدوية بتخفف المقاومة منها الديموكلوسيكلين وأحيانا حتى المدرات التيازيدي، بيعطوا المدرات التيازيدي بتقل. ولكن معالجة البيلة التافهة المركزية أسهل من معالجة البيلة التافهة الكلوي. تمام مشكور. بس المدرات نعم بالنسبة لعلاج الكلوي نعطي بس مدرات مشان السوائل؟ لا، بنعطي مركبات الديموكلوسيكلين. هلا مثلا الديموكلوسيكلين هو بيعكس تاثير، بيعكس بيزيد افراز الاي دي اتش وبيزيد ارتباطه بمستقبلاته، عرفت شلون؟ اذا لانه المشكله بالكلوي هي بتكون خلل بالمستقبلات، فهو بيزيد. يا حكيم اذا بدنا نعطي الدواء الديموكلوسيكلين ودي أثر يزيد الخلل بالمستقبلات؟ لا ما بيزيد الاي دي اتش، بيزيد الالفي، بيزيد عمله على المستقبلات الافينتيتي، يعني بيزيد حساسية المستقبلات لعمل الاي دي اتش، فهمت علي؟
تمام حكيم تمام زي لا ما بزيد هو ما بزيد افراز ال ADH هو بزيد حساسية مستقبلات الموجودة بالكلية لعمل ال ADH وبالتالي بيحسن من البوال والسهاف اللي أو العطش. بالنسبة للمدرات بس المدرات السيازي دي ما هيك حكيم؟ بس فقط ما بنعطي غيره لا ما عطل وفي حالة قليلة حتى مو 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 كل أحيان. طب تعرفوا شو أصلاً شو بتميزه بين أنتوا بدل عبسوني تعالوا لفرجيكم لك بتعرفوا شو بتميز بين البيل التافه الكلوي والبيل التافه المركزي شو بتميز بيناتهم؟ اثنيناتهم بيجوك المريض عم بيبول وعم بيشرب مي كتير هات لشوف يلا حكيم ممكن نعاير نعاير الADH بدون معايرة الADH مو هيك عطم في ثلاث مراحل خليني اشرح لكم اياها مع انه هاي المفروض تكون مشروحه بالغدد وممكن ما بعرف بجوز تمر علينا سابقا خيو لما بيجيك مريض عنده زياده بوال وزياده ادرار البول وعنده عطش في عندك ثلاث حالات يا اما بتكون بيلي نفسيه المنشا يعني المريض نفسه او بيلي تفها مركزي او بيلي تفها كلوي اول شيء بنبدا باختبار الحرمان الماء بتنيم المريض بالمشفى أو بالمراقبة وبتمنعه من شرب السوائل ولا الماء لمدة 8 ساعات تمام؟ وبعدها بتقيس حلولية البول فإذا ارتفعت حلولية البول على اختبار الحرمان من الماء فقط فهذا المريض قطعاً بكونه بيلي تافهة نفسية المنشأ أنه هذا المريض نفسي إذا ما عملنا اختبار حرمان الماء وما ارتفعت حلولية البول نلجأ لاختبار الثاني هو أنه منعطي الفازوبرسين اللي هو الادي اتش منعطي الفازوبرسين وريديا فإذا ارتفعت أوزمولية البول لأنه عادة بكون المرضى هدولي بكون عندهم أوزمولية البول أقل من 275 ميلي أوزمول على الكيلوغرام فإذا عطيته الادي اتش أو هذا هو الفازوبرسين الصنعي عطيته إياه وارتفعت أوزمولية البول يعني مثلا كانت عنده أوزمولية البول 260 ولا 270 وصارت أوزمولية البول بعد ما عطيته الفازوبرسين وصلت لل 500 ولا 600 هذا فورا من شخصه بيلي تافهة مركزي ليش؟ لأنه من عطيته الفازوبرسين ارتفع أصبح عنده هو بالأصل عوز بالADH اللي هو هذا نفسه الفازوبرسين هلأ إذا عطينا الفازوبرسين وما ارتفعت أوزمولية البول هوني بكون كلوي المشا تمام؟ هيك عدم تشخص حكيم بالنسبة لكلوية المنشأ من نعوض له اللي ما في داعي هو أصلا ما بكون متجفف هو المريض ما بكون متجفف هو أصلا ما بكون لأنه هو ببول بيطرح الماء وبيشرب العطش فورا بيشرب ولا بتلاقيه بيشرب كميات كبيرة من السوائل مثل ما شفته بالمحاضرة بناء على بيميزه بيناتهم النفسي بتوصل لعشرين لتر باليوم البيلي التافهة المركزي بتوصل تقريبا من 10 ل 15 لتر والبيلي التافهة الكلوي بتوصل تقريبا بين 8 ل 9 لتر هو ما بكونوا متجفف لأنه دائما مركز العطش عنده شغال بيطرح بول وبيعطش وفورا بيرجع بيشرب ماء تمام حكيم الله يجزيك الخير الله يسلمكم ان شاء الله نهار الخميس القادم بنكفي بمحاضرات الكلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام عليكم حكيم